مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج موضوع اليوم. أعطت وزارة السياحة منذ أيام قليلة انطلاقة أشغال خارطة الطريق الجديدة للقطاع السياحي بانخراط جميع الفاعلين في هذا القطاع، وتسعى رؤية الحكومة في هذا المستوى إلى رفع التعبئة لدى الفاعلين في القطاع السياحي في سياق تسجيل مؤشرات جيدة تقترب من مستويات ما قبل الأزمة. يتطلع الفاعلون في الواقع في قطاع السياحة في المغرب إلى الرفع من عدد السياح الوافدين على المملكة إلى مستوى 26 مليون سائح بحلول العام 2030. فما مدى واقعية هذا الطموح، وماذا عن المؤشرات الحالية للموسم السياحي؟ للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا كل من الأستاذ جمال سعدي الفاعل في القطاع السياحي، والأستاذ محمد السملالي رئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب، ضيفي الكريمين، أهلا بكم. أستاذ محمد السملالي، كيف تسير المؤشرات لحد الآن بالنسبة لقطاع السياحة في المغرب؟ السلام عليكم أخ محمد. مرحبا، مرحبا بك. أولا شكرا على الاستضافة، وشكرا على الاهتمام بكم، الاهتمام ديالكم بهذا القطاع اللي كيتعتبر من القطاعات المهمة اقتصاديا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. السياحة كتعرف انتعاشة، هذا واقع، هذه حقيقة. انتعاشة يمكن ماشي 100%، ولكن كي كنقولوا يعني الوضع يتحسن نسبيا، وبالتالي هناك أمل في إعادة انطلاق هذا القطاع والرجوع إن شاء الله إلى سابق العهد، إن لم نقل أحسن. طيب، بالنسبة لهذا الصيف كانت المؤشرات جيدة فوق التوقعات أو أقل من التوقعات؟ يمكن لي نقول أكثر من التوقعات، يعني ما كناش كنتظروا بأن غادي تكون واحد الانطلاقة يمكن نقول سريعة، ولو أنه الظروف ساعدت على ذلك، باعتبار أن من بعد فتح الحدود ورفع القيود كانت هناك واحد الرغبة ديال السفر من طرف لا داخليا ولا دوليا. كنعرفوا على أن مغاربة المهجر شكلوا واحد دفعة قوية للقطاع بصفة عامة. كان هناك بطبيعة الحال بعض السياح الأجانب اللي تهما يعني استفدوا من هذا الانفتاح. كانت سياحة داخلية باعتبار أن كانت هناك موسم عطلة. فيمكن نقولوا على ان ما كناش كنتظروا يمكن ما شاء الله هذا الاعداد. طيب، اللي طار المغرب، وبالتالي هذا ما جعلنا اننا نتفائلوا ونتمنوا ان الانطلاقه. طيب، تكون افضل وانطلاقه حقيقيه. نعم، شكرا لك استاذ محمد السملاي. استاذ جمال السعدي، هل بالفعل المؤشرات كلها من خلال ما نشرته وزارة السياحة من بيانات وأرقام وأيضا المؤسسات المتدخلة في القطاع السياحي تعطي الانطباع بأنه الموسم السياحي لهذا العام سيعود سريعا إلى مستويات 2019 وما قبل 2019 بداية؟ أولا شكرا سيدي محمد، وتحية لك وتحية المتتبعي الميديا، وخاصة الأستاذ والزميل الرفيق السي محمد السملالي. نأخذ بعين الاعتبار أن بكل موضوعية الإشكال اللي كان مطروح من بعد ما تحلوا الحدود يمكننا نقولوا مشينا في واحد المسار اللي مهم جدا، هو الأرقام. إلى خدينا يناير فبراير مارس كانت ضعيفة جدا، ماي كان في مستوى نفس الأرقام اللي كانت في 2019. جوان كان ضعيف رغم بعض الأشياء اللي توقعات من بعض المدن الكبيرة كمراكش وأكادير، ولكن المدن الأخرى ما استفدتش. جوي أوت فعلا يوليوز وغشت هنا كيف سر الأخ محمد السملالي، كانت القوة ضاربة ديال القوة
تسمعني سي محمد؟ كنسمعك كنسمعك سي جمال سعدي تفضل. القوه الضاربه ديال المغاربه القاتلين في الخارج، هادو اللي كانوا مهمين جدا. اما السياحه الدوليه فكانت ضعيفه، لان ما زلنا نتشكامل المشكل اللي غيطرح لنا في المستقبل هو الطيران جميع النقاط السياحيه بوينت بوينت. هذا هو الاشكال اللي باقي مطروح عندنا، رغم ما التوقيع اللي توقع اخيرا بين المكتب الوطني المغربي للسياحه والخطوط الملكيه المغربيه في اطار مشاركه باش يديروا يتساندوا في اطار الدعم والاشهار والترويج المنتوج. الا ان الان شهر سبتمبر غادي ببطء، كاينين حجوزات تعرفوا في شهر اكتوبر، هذا هو الجديد اللي يمكن نعطيك لحد الساعه. لكن الانطباعات عموما سواء لدى الوزير الوصي على القطاع او ايضا حتى عدد من الفاعلين تقول بان وتيره الانتعاشه هي سريعه جدا، وبانه لربما الانتعاشه تقترب حتى من مستويات 2019، الا يتحقق لديك نفس الانطباع؟ لا، هو ما نساوش ان الاورغانيزاسيون مونديال دو توريزم المنظمه العالميه للسياحه حيت كتعطيك كيفاش نحسبوا العدد السياح، كنحسبوا اي اللي كيشارك في الفندق او كيركب في الطائره او كيسميتو تيتسمى تيتحسب، اذا عندها هي الارقام اللي دايرين في هذا الباب هذا. اما الا مشينا نوضحوها ونديروا لها تحليل، فعطيتك تحليل قيم اللي هو يناير بلوتو ماي كان في المستوى ديال 2019، ولكن فعلا كيف شر الاخ محمد السملالي جويلي اوت كانت القوه هي ديال المغاربه القاتله. ولكن هادو فين كيمشيو؟ اولا كيمشيو الاول انكلوزيف وكيمشيو المدن الشاطئيه، الا انهم ينعشوا السياحه الداخليه في بعض المدن اللي هي بعيده على الطائرات، خاصه حيت كيدخلوا بالسيارات ديالهم وكيمشيو عند العائلات ديالهم. هاد الارقام هي راه ما كتبتش في الارقام كامله، ولكن خصنا نحلوا هذوك الارقام، ماشي نجيو نقولوا راه انتعشنا بحال 2019. ماي 2019 لا يناقش. الا خديتي الشمال مثلا كان كله ممتلئ عن اخره بالمغاربه الداخل، مغاربه القاتنه في الخارج، ولكن السياح في الشمال قلال. مراكش كان فيها نص نص بس السياح الاجانب والسياح المغاربه القاتنه في الخارج. فاس مكناس يمكن هذا بمراقبه الاخ محمد السملالي انها كانت ضعيفه وضعيفه جدا، نفس العمليه في الى خدينا جهه درعة تفيلال. لكن هذا ماشي هو الذروه ديال هذا المناطق، الذروه في جهه فاس مثلا تاتي في اكتوبر، اليس كذلك؟ تماما تماما، انا متفق معك سيدي محمد، ولكن لا يعقل ان ما يكونش انتعاش، لانهم كذلك بداو كيطوروا بعد الفنادق ديالهم، استقطبوا حتى السياحه في الداخل. مثلا افران عندها الحق تستقطب السياحه الداخل، طيب فاس عندها مثلا، يعني هادو اشياء اللي خصنا هادو خصهم يتدرسوا في المستقبل. طيب غادي نجيو لهذا الشيء سي جمال سعدي. استاذ محمد السملالي، أنتم تشتغلون في وكالة الأسفار، لربما لديكم معلومات ومعطيات فيما يتصل بحجم الإقبال من الخارج وأيضا حجم الإقبال حتى من الداخل، كيف هي الحركة ديال السياحة الداخلية وأيضا الإقبال إقبال الأجانب على المغرب كوجهة؟ هو لازم أننا نقول واحد المسألة، هو أن يعني تسويق الوجهه هذا عمل اللي كيقوم به بعض المؤسسات وعلى راسها المكتب الوطني المغربي للسياحه، وحنا كنتمنوا ما قام به المكتب حتى خلال ايام الحجر الصحي، بان المكتب اشتغل وحاول انه يبقى عنده ذاك صله الوصل مع جميع المتدخلين من الخارج سواء في أوروبا أو غير أوروبا، وبالتالي كان هناك واحد مجموعة ديال اللقاءات مع جميع الفاعلين السياحيين لا في فرنسا ولا في إنجلترا ولا في إسبانيا إلى غير ذلك. هذا العمل هذا بطبيعة الحال ما ننساوش على أنه هو من المسائل اللي أعطت هذه القفزة من بعد فتح الحدود، يعني أن لما نتحدث على رجوع السياحة إلى المغرب بعد فتح الحدود ورفع جميع القيود، فهذا ما جاش من فراغ بطبيعة الحال، هذا جاء
انطلاقا من واحد العمل اللي تم القيام به بتنسيق لا ما بين وزارة السياحة ولا بين المكتب الوطني المغربي للسياحة ولا بين الكونفدرالية الوطنية للسياحة اللي هي بتعتبر أعلى هيئة تمثيلية للقطاع في بلادنا. بطبيعة الحال حينما نتحدث على السياحة الدولية احنا كنعرفوا على أن السائح الأجنبي ليس من ذاك النوع ديال السائح اللي غادي يقرر السفر ديالو ما بين عشية وضحاها. ما كنعرفوا على ان من الناحيه المهنيه وهذه تجربه مدت اكثر من 40 سنه على ان غالبا السائح الاجنبي كيهي السفر ديالو كيهي العطله ديالو وكيمكن هذا ياخذ واحد المده ديال الاحتمال 6 شهور 8 شهور حتى العام. بالتالي فمني كتسالني على واش هناك انطلاقه حقيقه ان هناك انطلاقه يعني بصفه عامه السياحه الدوليه حنايا ممكننا نعرفوا واش كاين واحد الإقبال إلا من بعد شهر أكتوبر إلا نقول في بداية سنة 2023 يعني هنا غادي نقول لكن أستاذ محمد السملالي عذرا على المقاطعة أنتم كانت لديكم حجوزات منذ بداية السنة بالنسبة لأشهر أبريل ماي يونيو ثم يوليوز وغشت، واش هذا الدينامية مازال مستمرة حتى بالنسبة للأشهر المقبلة الأكتوبر نوفمبر والدجنبر أيضا أم أن هناك لنقول تباطؤ؟ هناك رجوع نسبي، هناك رجوع نسبي يعني أن كاين نوع من التباطؤ. إحنا ملي كنهضروا على وكالة الأصفار على سبيل المثال كنلقاو على أن الوكالة الأصفار هذا القطاع هذا بصفة عامة لم يشتغل يعني لم يستفيد من هذه الانطلاقة هذه ديال الصيف بالدرجة الأولى لأن للأسف هناك إكراهات هناك إشكالات ما كنعتقدش على أن الوقت مناسب باش نتحدثوا عليه لأن ما تاخذنا وقت، ولكن حنايا كنأملوا في انطلاقة ابتداء من شهر أكتوبر شهر نوفمبر إن لم نقل في بداية 2023. هناك بعض الطلبات، هناك حجوزات كتنزل، هناك طلبات كتجي من الخارج، ماشي كل الطلبات كتحقق لان كاين اكراهات كثيره اللي حنايا كوكاله الاصفار وكقطاع اللي ساهم ما نساوش على ان وكاله الاصفار من القطاعات اللي ساهمت بشكل كبير في التنميه السياحيه في البلاد، يعني ان المشاركه ديال قطاع وكاله الاصفار في جميع التظاهرات الدوليه إلى جانب المكتب الوطني المغربي للسياحة لمحاولة تسويق الوجهة عبر خلق برامج سياحية للزوار ديالنا كان عندها واحد الوقع إيجابي وكان عندها واحد دور أساسي لتنمية السياحة. فإذا تحدثنا على السياحة في نمو ما نساوش على أن قطاع وكالة الأصفار له واحد دور مهم وأساسي وكان عنده طيب. دائما بداية السبعينات، فإحنا نأمل من خلال تسويق من خلال المشاركة وكالة الأصفار في مختلف التظاهرات الدولية اللي غتبدأ ابتداء من شهر سبتمبر كنأملوا على أن 2023 يمكن تشكل انطلاقة حقيقية فيما يخص السياحة الدولية. احنا جايين باش نتكلموا أيضا على دور وكالة الأصفار في رؤية النهوض بالقطاع السياحي أستاذ محمد السملالي، لكن قبل ذلك دعنا نشارك معنا الأستاذ جمال سعدي. أستاذ سعدي، هناك حديث ورد في بلاغ وزارة السياحة عن رؤية لـ 2030 أو رهان لنقل رهان يجسد ذلك الطموح من أجل بلوغ 26 مليون سائح بحلول عام 2030، وفي الواقع العديد من الأسئلة ترافق هذا الطموح. هل هذه الانطلاقة يمكن أن تشكل أساس من أجل التسريع؟ هل الاستثمار فيما هو رقمي من أجل تسويق الوجهة المغربية هو الأساس والرهان الأكبر أم أنه قطع الطيران أم ماذا؟ أولا كنحلموا هذا حلم، واللي حلم شي حاجة الحمد لله تجي في المستقبل. الإكراهات معروفة من رؤية 2010 وجابتها تاني رؤية 2020، نفس الإكراهات كانت تكلموا عليهم من قديم، ما جاتش حاجة جديدة. الطيران الاستثمار فعلا لأنه إلى كاع كثرتي الطيران في اللي بيتسكن هاد السياح
يخصك المستثمر يجي يلقى الوعاء العقاري ديالو موجود فين يبني الفنادق. هذه مهمة ومهمة جدا، وهذا إشكال داخل في إطار الجهات المغربية، جميع الجهات تحت رئاسة الولات بافيك لي سيغي، يعني مراكز الجهة والاستثمار، لأن المركز الجهة والاستثمار، لأن لي دي ديروغاسيون ما بقاوش كيتعطاو. آخر زيارة سيدنا الله ينصرو لمدينة أكادير تغزوت، لكن عذرا على المقاطعة أستاذ جمال سعدي، هل الإشكال يتوقف عند فقط الوعاء العقاري، أم أن هذا الطموح الآن باستقبال 26 مليون سائح في 2030 هو أيضا يستند إلى مقومات هذه الانطلاقة وإلى شيء نسبيا جديد وهو توجه المكتب المغربي للسياحة من أجل الاستثمار في البنيات ولنقل البوابات الرقمية العالمية من أجل تسويق الوجهة المغربية، وهذا في الواقع آتى بثماره؟ أولا ما كان نقش التي يقوم به المكتب الوطني المغربي للسياحة، علاش؟ إنه داكش الدور ديالو والبودجي اللي عنده، إمكانية اللي عنده راه غادي بها في المستوى العالي، راه حتى السي محمد السلمي يمكن انه يسطر على هذه القضيه. انا اللي تنبين هو انه راه ما يمكنلكش تجيب 26 مليون الا ما عندكش واحد شركه الخطوط الوطنيه عندها واحد الفلوت كبيره وكبيره بزاف، اكبر من 100 طائره عاد يمكننا نمشيو، عندها 45 طائره اليوم، ام يمكن تجيب لنا 26 مليون؟ الا بدرنا مع لي لو كوست مع الشركات الاخرى، احنا جبنا من اكبر الشركات الاوروبيه اللي هي تيوي اللي عندها فعلا واحد الفلوت كبيره، ولكن حتى هي راه خصها تلقى الفنادق فين تنزل الزبناء ديالها طيله السنه. هاد راه كلهم اشكاليات. تنجيو الاشكال الاخر كي قلت لك، اولا الطيران راه الا ما عندناش، راه خاصه بما يسمى دي بوينت ا بوينت، من نقطه لنقطه، من مدينه لمدينه، ماشي دوز ليا على لوب ديال الدار البيضاء، راه بغيت تمشي لفاس راه خصك تمشي مباشره لفاس، بغيت تمشي للداخله بغيت تمشي مباشره للداخله الى اخره. ورزت نفس العمليه، ورزت قتلات لان ما بقاتش عندها الطائرات مثلا. هذا اشكال وخصو يتحل في اسرع. سمعت واحد الخبر ونتمنى راه حضر السيد محمد السملالي في الاجتماع اللي دار مع السيده الوزيره، يتزكى لنا ان السيد رئيس الحكومه قرر باش يطور يعطي قيمه للطيران. نتمنوا، ولكن كيفاش نمولوا باش نقويوا الشركة الوطنية؟ منين بيجيوها الفلوس؟ تنعرفوا الشركة الوطنية داخل فيها لفو حسن دو، داخل فيها الدولة و 5% ديال بعد، يعني هذا إشكال. واش بينا نبريفاتيزيوها؟ واش بينا نجيبوا الفلوس من شركات أخرين باش نحلوا هذا الإشكال؟ يعني هذا مشكل كبير وما يمكنش يتحل في 3 سنين، يعني خصك واحد المدة طويلة. حتى أن كاع إلا عندنا الفلوس بينا نشريو 100 طيارة، واش عند بوينغ اللي كتعطينا الطائرات عندها موجودين؟ خارج اشكاليه الطائرات، خارج اشكاليه لنقل الطاقه الاستيعابيه للطيران او النقل الجوي، ماذا هناك ايضا؟ يعني قلت لك اولا الاستثمار، لان خصنا نجيبوا شركات دوليه، هاي التيوي يمكن تستثمر مع الشركه ديالها اللي عندهم الفنادق، هما غادي يبغيو يستثمروا. كاين الوعاء العقاري، كاين كيفاش نحلوا لهم المشكل مع مع السيغي الى اخره، هذا مشكل. كاين مشاكل اخرى، لان هي التنشيط والتنشيط، الجماعات المحليه ما كتقومش بالدور ديالها، ووزاره الثقافه خصها تساند وتعاون تقوم بالدور ديالها في اطار التنشيط. ما يمكنليش نمشي نصيفط السائح لمدينه فاس يدير هي فيزيت دي مونيمون هيستوريك واللي خصهم يكون فيهم تنشيط وفي الليل نعس وما نخرجش شيء، راه كاين هذو اشكال. نفس العمليه غتكون في ورزازات، الا مراكش شويه عندها بعض التنشيط، ولكن بعد الترخيص ديال السلطات المحليه للتنشيط حتى هو عقده صعيب. طيب انا نعطيك امثله، يعني كاين دابا مثلا الجاليه اليهوديه حيت كيجيو للمغرب كيديروا اعراس وافراح، راه تيخصهم رخصه من عند السلطات المحليه. طيب وهذه الرخصه معقده، حتى هي معقده، حتى هي مشكل. يعني الطيران، الاستثمار والتنشيط، كنعرفوا ان لا سميت قدات واحد البرنامج بدير بتعطي برامج للجهات باش كيف يديروا التنشيط ديالهم، ولكن خص التمويل ديال التنشيط من الجهات ومن وزاره الثقافه، يعني هذا مهم جدا كذا خصنا ناخذوه بعين الاعتبار. شكرا لك استاذ جمال سعدي. استاذ محمد السملالي، اي دور للفاعلين السياحيين في هذه الرؤيه، رؤيه 2030 26 مليون سائح، هل انتم في صلب هذا التحدي؟ هل من شانها ايضا انقاذ هذا القطاع، الوكالات، وكالات الاسفار، والدفع به الى الامام؟ لا، بطبيعة الحال احنا يا التزمنا من مدة، يعني ان المهنيين السياحيين
المنخرطين في الكونفدرالية الوطنية للسياحة نخرطوا في هذا العمل هذا، وبالتالي احنا لا يمكننا الا ان نساند وان نساهم بطبيعة الحال في بلوغ هذا الهدف او هذا الرؤية. ما ننساوش على ان حاليا هناك قرار تم اتخاذ ديالو من طرف الجهات المسؤولة، هي الوصول الى 26 مليون سائح. انا ما كنعتقدش على ان هذه الرؤية تم التنزيل ديالها من عبث، يعني حنايا كنلاحظوا على ان هناك اهتمام وهناك تحمل المسؤولية وهناك مشاركة ديال القطاع العام، يعني ان هنايا كنهضروا على واحد القرار تم الاتخاذ ديالو من خلال السياسة الحكومية. حنا كنعرفوا على ان ما عناه القطاع السياحي خلال المدة ديال كوفيد، يعني كان مشكل كبير، كانت مشاكل اجتماعية، كانت مشاكل اقتصادية الى غير ذلك. بالتالي كنعتقد على ان حاليا كنحسوا بان هناك رغبة لتطوير هذا القطاع، التطوير ديالو بشراكة مع القطاع الخاص ومع الفاعلين السياحيين، وهذا شيء إيجابي. احنا من خلال اللقاءات ديالنا مع السيدة الوزيرة ومحاولة تنزيل هذا خريطة الطريق، يعني هذا أمل، وحنا كنعتقدوا على أن هذا الأمل هذا يمكن أن نحقوه، يعني إلى حطينا 26 رؤية 26 هذه ماشي مسألة صغيرة، إلا أنه لكي نستطيع أن نحقق هذا التحدي، يمكننا نعتبره تحدي، فلازم بطبيعة الحال أننا نشوفوا شنو هما المسائل اللي غادي تساعد على الوصول لهذه النتيجة. شكرا. فحنايا ككونفدرالية وطنية للسياحة من دائما وحنايا كنتحدثوا على تعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي، لأن السياحة ما يمكن لها الشدولة تقدم ولا تزيد القدم إلا من خلال تطوير القطاع الجوي. شكرا يعني لك أستاذ محمد السملالي، نختم بهذا النقطة لأن الوقت لا يسمح بأكثر من هذا. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب، شكرا لك على المشاركة. نشكر أيضا ضيفنا الأستاذ جمال السعدي الفاعل في القطاع السياحي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، دائما للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني mediaantv.com. نلتقي أيضا في زاوية تحليلية أخرى من موضوع اليوم حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور والحوار الاجتماعي في منتصف النهار و30 دقيقة. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.